الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله حياكم الله وبياكم في هذا اللقاء المتجدد معكم في برنامجكم الذي يهتم بشؤونكم القانونيه والحقوقيه وايضا الاجتماعيه والاسريه برنامجكم مع المحامي حياكم الله احبتي في هذه الحلقه التي التي هي امتداد للحلقه الماضيه والتي كانت بعنوان حقوق المطلقات تكلمنا في الحلقه الماضيه مقدمه عن المطلقات وشيئا مما لهن في هذا الموضوع أو من آثار الطلاقة السلبية والإيجابية تحدثنا في ذلك في عن ذلك في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة بإذن الله جل وعلا نستكمل ما تبقى إن, إكت... إن, إن تمكنا من الوقت من إكمال بقية حقوق المطلقات وإن لم نتمكن فقد يكون لأهمية الموضوع حلقة ثالثة في هذا الشأن وهذا الخصوص أحبتي أذكركم بأننا في هذا اللقاء نستقبل أسئلتكم على الأرقام التي تظهر تباعا على شاشة هذه القناة نستقبل فيها أسئلتكم واستشاراتكم ومداخلاتكم وإضافاتكم وهي أيضا تضيف لهذه اللقاءات رونقا جميلا وتضفي عليه شيئا من المنفعه والفائده للجميع لنا وللمشاهد الكريم كما ايضا يسرني ويسعدني أن أستقبل استشاراتكم وأسئلتكم على صفحتي في تويتر وهذه أيضا تظهر على الشاشة بين الفينة والأخرى، أستقبل أسئلتكم على تويتر سواء كان ذلك في أثناء الحلقة أو بعد الحلقة طيلة أيام الأسبوع وفي كل وقت ويسعدني ويشرفني أن أتواصل معكم وأن أكون على اتصال بكم مستمر للفائدة العامة للجميع. أحبتي الكرام، استكمالا لحديثنا في الأسبوع الماضي عن حقوق المطلقات نريد قبل أن ندخل في هذا الموضوع أن نقول بأن المطلقة ليست أن الطلاق ليس عيبا في المرأة حتما ليس عيبا في المرأة حتما بل قد يكون الطلاق من صالح المراه او بل يكون من صلاح المراه انها تطلب الطلاق وهذا ذكرنا شيئا منه من ايجابيات الطلاق التي قد تحصل للمراه وهذه زينب رضي الله عنها وارضاها طلقها زيد ومن تزوجت تزوجت برسول الله صلى الله عليه وسلم فاصبحت اما للمؤمنين إلى يوم القيامة أصبحت أما للمؤمنين إلى يوم القيامة بمجرد زواجها برسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مطلقة في هذه وكانت مطلقة وعليها اسم الطلاق فهل ضرها كونها مطلقة بل كسبت الكثير والكثير من ذلك ما ذكرته لكم أنها أصبحت أما للمؤمنين وكفى بهذه التسمية فخرا وعزا لزينب رضي الله عنها وارضاها كذلك زينب رضي الله عنها من تزوجها بعد زيد رضي الله عنه وارضاه تزوجها خير البشريه على الاطلاق تزوجها خير خلق الله على الاطلاق بل هو خير من الملائكه المقربين هو محمد صلوات الله وسلامه عليه وزينب ما هي هل هي فتاه؟ لا هي مطلقه ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا الا واحده هي عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأما بقية أزواجه صلى الله عليه وسلم فكلهن إما أن تكون أرملة أو أن تكون مطلقة وهذا يكفي دليلا على أن الطلاق ليس عيبا في المرأة دائما بل قد يكون وقد يكون هو الغالب أنه فخر وعز للمرأة أن تكون مطلقة لأنها لا يمكن أن تبقى وأن تعيش وأن تعاشر ذلك الرجل الذي فيه ما فيه من العيوب والسلبيات وكذلك النقاط التي لا تشرف من يبقى معه. إذن هذه هذه المقدمة أردت أن أتكلم بها حتى نرفع شيئا من الظلم عن المطلقات. نرفع شيئا من النظرة السوداوية عن المطلقات، نرفع شيئا من السمعة السيئة عن المطلقات، فالمطلقة ليست دائما معيبة، ليست دائما سيئة، ليست دائما فيها ما فيها من السلبيات التي جعلتها تطلق، فقد تكون طلقت فيها الخير الكثير، فأردت بهذا أن أن أرفع. هذه الاشياء التي ذكرتها انفا عن المراه المطلقه فنقول نعم المراه المطلقه بنت فلان او فلانه بنت فلان لانها تخلصت من ذلك الرجل الذي لا يترك المسكر ابدا او انه خريج سجون او انه من الظلمه او انه لا يصلي او نحو ذلك من الاشكاليات التي هي معروفه عند كثير من الناس. أحبة الكرام ندخل هنا في صلب الموضوع في صلب موضوعنا في صلب موضوعنا حقوق المطلقات فأولى هذه أولى هذه الحقوق هي ما يتعلق بالمتعه متعه المطلقه وكثير من الناس حقيقه لا يعرف من المتعه شيء بل اذكر انني جلست في احدى مكاتب القضاء فتناقشت انا واحد واحد الكتاب كتاب القضاة تناقشت انا وانا واحد احدهم عن مسألة المتعة متعة المطلقة فقال لا نعرف شيء عن المتعة فقال ولم يرفع لنا قضية في المحكمة أو على الأقل في القضاة الذين مررت عليهم في عملي لم يرفع لنا قضية متعة مطلقة ولا نعرف عنها شيئا ابدا حتى هو لا يعرف شيئا عن متعه المطلقه أه بينما متعه المطلقه كما ورد في قول الله جل وعلا والمطلقات متاع بالمعروف حق على على المتقين والمطلقات متاع بالمعروف أه ما فمتعهن وسرحهن سراحا جميلا هذه هذه نصوص من كتاب الله جل وعلا ومن سنه رسوله صلى الله عليه وسلم أه فهذه المتعه هي شيء من المال يدفع للمطلقة بحسب قدرة المطلق وبحسب وضعه وبحسب وضعه المادي يدفع للمطلقة تطيبا لخاطرها وتعويضا لها عن خسارتها التي خسرتها في هذا الطلاق نأخذ معنا أم عبد الرحمن ثم نعود إليكم حياك الله أم عبد الرحمن أم عبد الرحمن أيوة تفضل أنا عندي سؤال لك لو سمحت. فضل. أنا طلقني زوجي قبل خمس شهور. نعم. طبعا أعطاني صك طلاقي. يقول إن الطلقة السادسة، هو كان تعبان يقول كان مع ضغط أو يعني كذا تعبان يا شيخ. والحين يقول لازم تروحي للمحكمة معي وتستفتين و... وبرجعك. و... وأنا السؤال يعني يعني سؤال يعني هو لازم ملكه او كيف يعني يا شيخ؟ او يرجع يرجعني الشيخ ما ادري. صدر صك يا عبد الرحمن؟ اي يا شيخ حضرت هو طلقني انا سمعت طلقني ثلاث طلقات بس متفرقات شفت يا شيخ؟ متفرقات يعني قبل سنه طلقني طلقه، قبل ست شهور طلقني طلقه ثانيه، قبل خمس شهور طلقني طلقه ثالثه. الطلقتين يقول انا متاكده منها انها تفوت اقنيه. لكن الطلقه الثالثه يقول لا ما زلت على ذمتي، انا كنت بحاله غير صحيه. وصدر صك طلاق من المحكمه. ايه صدر صك طلاق واعطاني صك طلاقي والحين يا شيخ لي خمس شهور يقول لي لازم ارجعك وانا لي ستة عيال معه منه وعيالي الحين معه. وانت ترغبين في الرجعه ولا لا؟ انا بس ما ادري نوب يعني ما لها الحين ما ادري يا شيخ انا م... <applause> انت لك يعني متردده في الرجعه إيه؟ طيب تسمعين الجواب ان شاء الله في اثناء هذه الحلقه <applause> فنعود لحديثنا في هذا الموضوع موضوع متعه المطلقه بانه بان هذه المتعه تدفع للمراه عند طلاقها تطيبا لخاطرها وايضا تعويض لها لان هذه المراه حينما تخسر زوجها فهذه الخسارة ليست قليلة هذه الخسارة جارحة للنفس وخاصة إذا كان هذا الرجل رجل فاضل ثم يزداد الأمر مشكلة أخرى حينما يكون أيضا لها أطفال لها أبناء من هذا الرجل فالمرأة لها لديها الاستعداد بأن تصبر وتحتسب الاجر عند الله جل وعلا من اجل ان تعيش عند ابنائها ومع زوجها الذي قد كشفت له اسرارها وكشفت له حياتها وافضت اليه وافضى اليها. فهذه فكون المراه تسمى مطلقه او يلحقها لقب الطلاق لا شك ان هذا امر جارح وهذا امر فيه ما فيه من القسوه، لان كثيرا من النساء حينما تطلق تجدها حزينه وتبقى حزينه لمده سنه او سنتين او ثلاث، بل ان بعض النساء حينما تطلق فانها تحزن على طلاقها فقد لا تتزوج مره اخرى، وكثيرا من النساء تقول لا انا جربت حظي في الحياه وفي الزواج فهنا انا اتوقف ولن اتزوج مره اخرى. اذا من حقوق هذه من حقوق هذه المطلقه ما يتعلق في في المتعه، فالمتعه هي المال الذي يدفعه الرجل لهذا لهذه المراه، كثير من الناس لا يعرفونه، وكثير من النساء تجهل هذه المتعه المطلقه، نعم بعض القضاه يقول بان المتعه هي نفقه المطلقه، يقول بان المتعه هي نفقه المطلقه ولكن ولكن الذي يظهر لي وال والذي بعد التأمل وطول التأمل في الموضوع أن النفقة تختلف تماما عن متعة الطلاق النفقة تختلف تماما عن متعة الطلاق فمتعة فالنفقة هي أن هذه المرأة وقد يأتينا في الحقوق في حقوق المطلقات النفقة بس من أذكرها الآن على عجل من أجل أن أفرق بين المتعة والنفقة آه النفقة في للمطلقة هي الآن للمطلقة لما تكون المرأة مطلقة آه حبست نفسها عن الأزواج من أجل زوجها الذي طلقها الذي طلقها ولا زالت محبوسة من أجله حتى تنتهي عدة الطلاق حتى تنتهي عدة الطلاق إذا لا تستطيع أن ترتبط بشخص آخر فينفق عليها إن لم تكن صاحبة مال فينفق عليها فحبست نفسها باقية لو جاءها شخص يخطب يريد أن يتزوجها هيا فلانة هل ترغبين بي زوجا لك تقول, لك لا تقول له لا أستطيع أن أتزوج ولا أستطيع أن أتكلم في هذا الموضوع أو أن أتفاوض حتى في هذا الموضوع ما دمت على ذمه ذلك الرجل بحكم انني معتده له بحكم انني معتده لهم فلذلك انا لا استطيع ان اتكلم ولا استطيع ان اقبل الخطاب حتى انتهي من هذه العده والعده قد تطول قد تكون العده قد يكون الطلاق في اول الحمل ثم تكون العده تسعه اشهر كامله حتى تضع الحمل وهي مرتبطه بهذا الرجل واوقفت نفسها من اجل هذا الرجل فاذا هي لا تستطيع ان تتزوج اذا من ينفق عليها إذا كانت هي لا تستطيع أن تتزوج أبدا فمن ينفق عليها؟ إن لم ينفق عليها هذا هذا الرجل الذي حبست نفسها من أجله شرعا فهو الذي ينفق عليها، ينفق عليها حتى تنتهي هذه العده، وأما متعة الطلاق فمتعة الطلاق هي تطييبا لخاطرها وأيضا جبرا لكسرها وكذلك أيضا تعويضا لها عن خسارتها، فلا يمكن أن تخسر زوجا وتخسر أولاد وتخسر أيضا المال. فيعطى المال جبرا لخاطرها وتعويضا لها عن ما حدث لها من كسر خاطرها بهذا الطلاق، اذا هنا نقول بان المتعه شيء والنفقه شيء اخر، واتمنى من قضاتنا الفضلاء ان يفرقوا بين المتعه والنفقه، ان يفرقوا بين المتعه والنفقه حتى لا تحرم المراه شيئا من حقوقها، حتى لا تحرم المراه شيئا من حقوقها آآ آآ فذكرنا هنا المتعة وهي لها نص كثيرة منها ما ذكرته والمطلقات متاعهم بالمعروف حقا للمتقين قول الله جل وعلا بالمعروف أي بما, بما تعارف عليه الناس وبحسب قدرة هذا المطلق المالية فبعضهم فبعض فبعض الازواج يطلق وقدرته المالية لا يستطيع أن يعطي المرأة متعة إلا خمسة آلاف ريال وبعضهم يطلق وعنده استطاعة أن يدفع خمسين ألف ريال وبعضهم يطلق وعنده استطاعة أن يدفع أكثر من ذلك أو أقل من ذلك فتكون الم... آ... 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 المتعة متعة الطلاق هي بحسب قدرة هذا المطلق في آ... آ... بحسب قدرة هذا المطلق على آ... النفقة ولذلك يقول الله جل وعلا ومتعون على الموسع قدره وعلى المقتري قدره متاعا بالمعروف الموسع اللي وسع الله جل وعلا عليه فيعطي هذه المطلقة متعة أكثر مما لم يوسع ممن مما لم يوسع الله جل وعلا عليه نعم الأستاذ خالد حياك الله يا أستاذ خالد السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام تفضل يا أستاذ خالد شر خير الغالي يا مساك الله بالنور يا هلا وغلا تفضل الله يحفظك الله يجزاك خير وأنت كذلك أه عندي طال عمرك زوجتي طلقتها نعم وعليها اثنين وعندي طال عمرك خير وياك عندي طال عمرك مزارع وعندي طال عمرك علي عليها اثنين يعني عندها ولدين عندها ولد وبس نعم وطال عمرك وعندي حلال وعندي مزارع وما ادري يعني يلحقني شيء من جهه الله كذا. يعني يعني تفز في خاطري طال عمرك علشان طال عمرك يمكن يقصر في حقها او في حق عيالها وما ادري يا شيخ يعني طيب أه انت الله يحفظك أه انت الله يحفظك تسالها انت الله يحفظك تسال انت هل عليك شيء في هذه المساله؟ اي مساله يعني من ناحيه النفقه؟ اي النفقه او شيء يعني أه او شيء طيب هل انت تنفق الان عليهم ولا لا؟ انا يعني الان هي عندها لها اي عندها لها يا طويل العمر يعني مو بلحقهم شيء بس يا طويل العمر خبر الحقوق الاب يعني. انتم يعني انا سؤال سؤالي يا استاذ خالد واضح، انت تنفق الان على اولادك؟ الى الان أه السالفه هذه حصلت قريب يعني ما لها يمكن شهرين. أه يعني ما بدات بالنفقه؟ في باقي ما يعني ما, يعني ما يعني ما سويت شيء يعني أبغى أشوف يعني هل هل, هل هل هناك قضية دائرة بالمحكمة هل هناك قضية دائرة بالمحكمة يا خالد لا لا ما في أي شيء ما في أي قضية ولا شيء طيب أنا تسمع أسمع الإجابة إن شاء الله بعد قليل وأتمنى إن كان لديك إضافة سؤال أو استضاح أن تتواصل معي تأخذ رقمي من الكنترول وتتواصل معي في فيما بعد لكنني سأجيب بين الحي القيوم وأعطيك ما لدي في أثناء هذه الحلقة مخرجنا العزيز أتمنى أن تعطيني خبر قبل انتهاء الحلقة بقل شيء 20 دقيقة وفقك الله الله يحفظك آه فانا فانتهينا من موضوع متعه المطلقه وهذه المتعه ليس لاحد منا منه فيها وانما هي حق واجب على الزوج اذا اراد ان يطلق. آه كذلك من الحقوق وهذه ايضا يجهلها بعض الناس ويظن ان الطلاق قد بتر كل شيء وانهى العلاقه الزوجيه وايضا ما كان مترتب على العلاقه الزوجيه البعض منهم ينسى هذه الحقوق تماما فيظن انه ليس يظن أنه ليس عليه شيء وانتهى الأمر أو حتى المرأة تظن أنها ليس لها شيء على زوجها ولكن من هذه الحقوق اللي هو ما تعلق بالصداق فالصداق ينقسم إلى قسمين الصدق إما أن يكون مدفوع كاملا إما أن يكون مدفوع كاملا للزوجة أما أن يكون مدفوع كامل للزوجة قبل الزواج فهذا خارج عن نقاشنا تماما ليس له علاقة بنقاشنا لكن الذي له له علاقة بنقاشنا الآن وله علاقة بالحقوق الحقوق المطلقات هو أنه ينقسم إلى قسمين إما أن يكون هناك صداق مؤخر اما ان يكون هناك صداق مؤخر لان بعض الناس يدفعون جزءا او بعضهم لديهم عرف هذا او حتى بعضهم يستحدثها هنا فيدفع جزء من الصداق والجزء الاخر يقول يسمونه بصداق مؤخر، صداق مؤخر، هنا اصبح هناك جزء من الصداق لم يدفع، اصبح جزء هناك جزء من الصداق لم يدفع، وبعض العوائل تجد ان هذا الرجل يستحق ان ان يزوج وفيه خير باذن الله جل وعلا وعليه سمات الصلاح فيقولون نريد ان نزوجك هذه الفتاه نريد ان نزوجك هذه الفتاه ولكن ليس عند او يخطب هذه الفتاه فيقول انا اريد ان يكون الزواج بعد سنه او بعد سنتين او نحو ذلك بل مر علي شيء من هذا القبيل فيقولون لماذا تنتظر سنه وسنتين وثلاث يقول انا ليس بيدي شيء يقول لا مانع نحن نزوجك الان وإذا يسر الله جل وعلا, وعلا جل وعلا عليك ووسع الله جل وعلا لك فإنك تدفع هذا الصداق أو تدفع جزء من هذا الصداق والجزء الآخر يكون مؤخرا وأنا أذكر إحدى العوائل حينما أتى رجل فخطب ابنتهم أعطوه البنت اعطوه البنت الكبيره ولكن قال اريد الزواج ان يكون بعد فتره من الزمن لانه ليس بيدي شيء من المال فوافقوه على ذلك ولكن لما قدم او اتى خاطب اخر للصغيره التي اصغر من هذه البنت وافقوا على الزواج ولكنه جاهز ويريد ان يتزوج فلما اراد ان يتزوج قالت البنت الصغيره انا لا اتزوج واختي الكبيره مخطوبه وحتى الآن لم تتزوج فلا بد إما أن أنتظر أنا حتى تتزوج أختي الأكبر أو ينظر للموضوع بحيث تتزوج أختي الأكبر نعم معنا أبو سلمان حياك الله يا أبا سلمان السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضل يا أبا سلمان يا شيخ الله يطول عمرك وعمرك فرما مطلقها يمكن دحين تقريبا سنتين نعم هي طلعت من من البيت آه جت ما طلعتها في رمضان جلست تسع اشهر بين فر وقر وشروات من الناس تفضل وبعدين ما كتب نصيب هي طالبه الطلاق وطلقنا في سبيل انها تقوم بمصاريف عيالها لمده سنتين قبل ما رجعت لي شيء من المهر الان رافعه قضيه علي في المحكمه لحظه لح 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 يا ابو سلمان لو تسكر السماعه يا استاذ مخرج يا مخرجنا ابو سلمان اعد اعد سؤالك بس على السريع طيب نعم ااا آه الجلسه مع القاضي لا انت قل... انت تقول زوجتك عند اهلها قعدت تسع اشهر ايه فحاولنا بشروات من الناس ان نصلح ما بيننا وكذا ايه و... وعيت ترجع نهائيا مره نعم فجوا الناس المصلحين دوري وقالوا خلاص ال خلاص ما زال ما في صلح بينكم ولا ترجع ولا شيء ولا عندها مبلغ انها ترجع شيء من المهر حقي نعم قالوا تصرف على مده سنتين من تاريخه نعم مقابل انها ما رجعت شيء من المهر واتفقنا على الكلام هذا اي فهمت يعني ان المهر الذي لك تصرفه على ابنائك تصرف نصه نص ونص نصف هي ولا هي ايوه ونص ونص تصرف اللي هو هو نص المهر لا 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 اصلا لك المهر كامل على كل حال اكمل اكمل حديثك المهم سواء كله او 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 هذا حد اكمل أك حديثك فبعدين اشتكت تقول انا طالبه في تسعة اشهر الاولى السابقه انه ما صرف علي وانا ما وانا انحرمت من اولادي تسعة اشهر ما شفتهم نهائيا نعم اروح واجي عليهم ما في استقبال ولا في شيء ولا فالان القضيه وصلت القاضي وحاولونا لجنة الاصلاح نعم فما ادري عاد وش ايش الشيء اللي يترتب عليه طالما طيب. طبعا هي اللي خرجت من بيتها صح؟ نعم ايوه جت امها واعترفت عند القاضي انها هي طلعت من بيت طيب أيوة أيوة. على كل حال تسمع ان شاء الله الاجابه الله <applause> نعم نعود إلى حديثنا فنقول بأن المهر ينقسم إلى قسمين إما أن يكون مدفوع كامل وإما أن يكون مدفوع الجزء من المهر وذكرنا هذا ثم ذكرنا القصة التي أعرفها لأحد الأسر بأن الصغيرة قالت لي لا أتزوج حتى تزوج أختي فطلبوا آه الخاطب خاطب الكبيرة فقالوا له لماذا لا تزوج قال حتى الآن أنا لست بمستعد ماليا فقال له والدها أنا أعطيك مالا تتزوج به أعطيك مالا وتدفعه مهر بدون ما تعرف ابنتي وفيما بعد تعيد لي هذا المال فهذا هذا الانسان تزوج قبل ان يدفع المهر لان الوالد هو الذي والد البنت هو الذي دفع المهر هو الذي اعطى الزوج كسلفه بحيث يدفعه كمهر ثم يعيده مره ثانيه فاما ان يكون المهر كامل عند الزوج او ان يكون جزء من المهر عند لا عند الزوج فهذا حقها في الصداق بلا شك انها انه يجب لها يجب عليها يجب على الزوج ان يدفع هذا المهر اذا كان هو المطلق إذا كان هو المطلق وليست القضية مثل قضية أبي سلمان ولكن هو المطلق فإنه يلزمه أن يدفع آه هذا المهر الذي عنده هو إن كان آه وان كان وان آه كان المهر كاملا او جزء من المهر، ولذلك يقول الله جل وعلا: وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا واثما مبينا اتاخذونه بهتانا واثما مبينا، فهذا الذي دفعه الزوج آه الزوج او الذي اتفق عليه ولو لم يدفع قد يكون هذا المال لا زال باقي بذمة الزوج ولكنه مدون بعقد النكاح فلا بد أن يدفعه هذا الزوج على أي حال ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فبمجرد دخوله بهذه المرأة استحقت المهر كاملا سواء كان المهر عند الزوج ولا زال عند الزوج أو كان المهر مجزء فجزء قد دفعه في البدايه وجزء هو مؤخر فحين يتم الطلاق فانه يلزمه دفع هذا المؤخر الذي عنده قبل الذي عنده ولم يدفعه اثناء الحياه الزوجيه وبهذا تدل هذه النصوص، البعض من الناس يظن ان بمجرد ان يطلق الزوج من نفسه بانه انتهى تماما انتهى الامر. والذي لديه من المهر لم يدفعه ذهب مع هذا الطلاق فلا يطالبون به او نحو ذلك، نعم، اذا كانوا لا يطالبون لانهم لا يريدونه او انهم تنازلوا فلا شك ان هذا او انهم عفوا المطلق من من بقيه الصداق، فلا شك ان من اصلح وعفى وتنازل انه خير. واما اذا كانوا لا يعلمون فهذا حق لهم يجب ان يعلمونه ويجب ان يعرفه الرجل بان هذا حق عليه، كما ايضا يجب على المراه ان تعرف ان هذا حق لها يجب حق لها ويجوز لها ان تطالب من طلقها بهذا المبلغ. نعم، هناك متصلين نعم. فنقول بأن الصداق أيا كان هذا الصداق قل أو كثر فإنه يعتبر بذمة المطلق فللمرأة الحق أن تطلب هذا المهر منه سواء بشكل ودي أو عن طريق المحاكم وشكل ودي هو الأفضل وكذلك يحق لها أو لها أن تتنازع عن المهر كاملا أو عما تبقى من المهر وهذا أيضا حق لها فلها أن تسقطه عن كاهل من طلقها أحبة الكرام هنا أتى وقت الفاصل نذهب بهذا الفاصل القصير ثم نعود اليكم فانتظرونا وكونوا معنا وفي امان الله جوال المرقاب اشتراكك الافضل. للاشتراك في جوال المرقاب ارسل رساله فارغه الى الرقم 88646 لمشتركي اس تي سي. باقه مرقاب المرقاب العامه دليل البرامج واخبار قناه المرقاب ارسل رقم 12735 الى الرقم 88646 لمشتركي اس تي سي. باقت مرقاب القصيد لأجمل القصائد تعب, تعب. تعب. يطرد سراب الحلم. الحلم حاول ما لقي, ما لقى تفسير. تفسير حشف وسوى الكيل زود غثاها عادي بنفس الرقم صخيف. واحد اثنان سبعة صفر سبعة إلى الرقم ثمانية, ثمانية ستة أربعة ستة لمشتركي STC سي باقة مرقاب المواوي لأشهر المواويل في ساحة المحاورة ما عندنا وشيت من غير فزاعة اللي في لا يبدي مباد أرسل رقم 12710 إلى الرقم 88646 لمشتركي اس تي سي باقة مرقاب الشعر والشعراء لأخبار الشعراء المفضلين لديك أرسل رقم ثلاثة سبعة ثمانية ثمانية أربعة إلى الرقم ثمانية, ثمانية ستة أربعة ستة لمشتركي إس تي سي باقة مرقاب المحاورة لأجمل المحاورات <applause> أرسل رقم ثلاثة سبعة ثمانية, ثمانية اثنان إلى الرقم ثمانية ثمانية ستة أربعة ستة لمشتركي إس سي باقة مرقاب الشيلات لأعذب الأصوات ننتقي أجمل الشيلة أهلا واشراح همومي لقراب الناس طال الشرح سكوتي على همي ولا بوحه شرحه ألا أرسل رقم واحد اثنان سبعة صفر ثمانية إلى الرقم ثمانية ستة أربعة ستة لمشتركي اس تي سي باقة مرقاب التراث لأجمل العروض التراثية للفرق الشعبية أرسل رقم ثلاثة سبعة ثمانية ثلاثة إلى الرقم ثمانية ستة أربعة ستة لمشتركي اس تي سي باقة مرقاب أجمل الأبيات من كل بستان وردة نقطف أجمل الأبيات قالوا الحاجة تولد الاختراع تفتح قفول الظروف المغلقة. أرسل رقم 37885 إلى الرقم 88646 لمشتركي اس تي سي. جوال المرقاب أنت مع الحدث. حياكم الله وبياكم بعد هذا الفاصل أحبتي الكرام معنا قبل أن نبدأ في موضوعنا معنا أبو سعود نأخذ مكالمة أبو سعود ثم نعود إليكم بين الله جل وعلا أبو سعود معنا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كيف حالك يا شيخ حياك أبو سعود تفضل طيب أنا عندي سؤال يا شيخ سم تفضل أنا حلف بالطلاق وأنا متزوج لي شهر سؤالك حقوقي يا ابو سعود ولا شرعي؟ لا حب لا ابغاها ابغى افسرها طال عمرك وشلون تفسر تبي فتوى يعني؟ اي فتوى فتوى في برنامج فتاوى يومين في الاسبوع اي اي, 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 اي نعم الله يحفظك ويراك اه نشكر ابو سعود لتواصله ولكن انا بودي ان يتضح الامر للجميع بان هذا البرنامج هو مع المحامي، اي ان موضوع الموضوع موضوع البرنامج كله يتعلق في الحقوقي. يقع حقوقي، الموضوع حقوقي. اليوم هذا بعد المغرب، بعد انتهاء مغرب مكه المكرمه، كان هناك برنامج فتاوى بامكان اي شخص لديه فتوى شرعيه ان يتواصل مع هذا البرنامج اللي برنامج الفتاوى ويأخذ منه ما يريد. معنا ابو محمد، تفضل يا ابو محمد. السلام عليكم وعليكم السلام تفضل مساء الخير شيخ مساك الله بالنور تفضل يا محمد استفسار الله يطول عمرك في ارض آه آه هبه اعطاني اياها اخوي نعم وبعدين اشتريت الارض هذه وبعتها فلما بعتها فقدم شكوى على القضاء بانه يبغى يرتدها ارتجاع الهبه نعم فما ادري هل الاحقيه ارتجاع الهبه افرغت بالشكوك وانتهت وبعتنا العرض وانتهت بصك نعم انت سؤالك فهل, فهل له حق يعني الشيخ الغاء الصك وهل له حق ارتجاع الهبه؟ طيب آه انت انتهى انتهى سؤالك؟ انتهى طبعا طيب تسمع الجواب ان شاء الله اثناء هذه الحلقه باذن الله آه نعم آه نريد ان آه نكمل آه موضوعنا الاول هو فيما يتعلق بالنفقه على السريع باذن الحي ثم نعود الى الاسئله آه حتى نكملها باذن الحي القيوم. آه من من آه حقوق المطلقات هو ما يتعلق بالنفقه. آه ان المطلقة المطلقه اما ان تكون مطلقه تنتهي عدتها بانتهاء ثلاث حيضات او ان تكون مطلقه وهي حامل فلا تنتهي العده حتى حتى ينتهي الحمل، ففي هذه الحال آه نص الله جل وعلا ونص رسوله صلى الله عليه وسلم بأن المطلقة على زوجها أن ينفق عليها حتى تنتهي العدة ولذلك يقول الله جل وعلا وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن حتى يضعن حملهن فيجب على الزوج أن ينفق على, على مطلقته التي هي لا زالت زوجة له حتى تنتهي ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث لا نفقة ولا سكن لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملة وفي حديث اخر ولا سكنى وفي حديث اخر ولا سكنه فمساله النفقه هو امر شرعه الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم على الزوج المطلق حتى تنتهي من عده سواء كانت العده قصيره اي ثلاث حيضات او كانت العده طويله لان بعض الناس يطلق وهي في اول حملها فتكون طيله التسعه اشهر هي محبوسه على ذمه هذا الزوج فيجب عليه ان ينفق عليها هناك بعض الحقوق التي قد لا يتسع وقت لها ولكن نرجئها ان شاء الله للحلقه القادمه ولعلها تكون هي اخر حلقه في هذا الموضوع وذلك حتى نتمكن من الاجابه على الاسئله التي معنا الان وما قد يرد قبل انتهاء الحلقه ام ام عبد الرحمن تقول, تقول طلقني زوجي ثلاث طلقات ويريد المراجعه مع انه صدر صك مع انه صدر صك شرعي من المحكمه انا اقول يا عبد الرحمن انت كما تقولين بانك متردده في مساله الرجوع انت تقولين بانك متردده في مساله الرجوع هنا في هذه الحال هنا في هذه الحال انت مطلقه ولست بذمه الزوج، وليس له عليك امر، وليس له عليك امر ولا يستطيع ان يراجع نهائيا، هو لا يستطيع ان يراجع، سواء كان الطلاق هذا طلاق رجعي او طلاق بائن اي انه طلاق بالثلاث، الذي تذكرين انت الان انه بالثلاث، ولكن لو كان طلاق رجعيا هل له حق ان يراجع؟ آه الذي فهمته انا انك ان الطلاق منذ فتره طويله آه بما معناه انه لو كان رجعيا لكنت قد خرجت من العده، ولكن بما انه طلاق بائن وطلاق بالثلاث فانه ليس له الحق بمراجعتك فانت فانت اميره نفسك، انت اميره نفسك فان كانت ان كان في رجوعك له خير وتأمين خير بأن برجوعك له فهذا الرجوع أمر مطلوب ونتمنى أن يكون رأبا للصدع وأنت عندك أبناء من هذا الزوج الذي يظهر لي وإن, كان وإن كنت لا تأملين في هذا خيرا فلك الحق أن ترفضين الرجوع رفضا قاطعا ولا يكون في ذلك تردد نهائيا لكن أنا أقول في رجوعك له بهذه الطلقة الثلاث لا يمكن أن يكون وخاصة أن هناك صك شرعي صادر لا يمكن أن يكون إلا بتوجيه شرعي بتوجيه من العلماء فأنت تذهبين مع هذا الإنسان ومعكم محرم لأنه لا يجوز أن يخلو بك هذا الرجل تذهبين معه ومعكم محرم إلى المفتي أو إلى الجهة التي طلبت من طليقك أن يحثرك تذهبون إلى هناك ويكون هناك نقاش في هذا الموضوع وكيف تم الطلاق وهل الطلاق تم في عدة جامعك فيه أو أنه تم هذا الطلاق أثناء الحيض أو أنه تم الطلاق أثناء النفاس أو نحو ذلك حتى يعرف آه يعرف المفتي ما هي حال طلاقكما فيفتي او يوجه او يكتب توجيهه للاحوال الشخصيه بما آه يراه آه مناسبا لحالكما من حيث الشرع من حيث آه الشرع آه الاخ خالد آه يقول طلقت زوجتي ولها عدد اثنين من الاولاد لها عدد اثنين من الاولاد وقد أوسع الله علي يقول قد أوسع الله علي فأخشى من التأثم يقول أخشى من التأثم آه الأستاذ خالد أنا آه فيما لمسته الآن من آه سؤالك أن آه أنك ولله الحمد منك فيك الخير وانك رجل فاضل وانك تريد ان تبرئ الذمه وانك تريد ان تبرئ الذمه فانا اقول اول نقطه يجب عليك فيها ان تسارع في النفقه على اولادك ان تسارع في النفقه على اولادك وكذلك ايضا ان تنفق على زوجتك في العده ان تنفق على زوجتك في العده واقولها ايضا انا وبمنتهى الصراحه وباعتباري محامي اعرف كثير من المشكلات. آه ناخذ ابو فهد ثم نعود لاجابه الاستاذ آه 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 خالد ابو فهد تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله ما ليش بالله بس شخص ورث عياله شقه كل واحد له شقه كتب له هل يحق له احد انه يطالب بالبيع وشلون ما فهمت سؤالك يعني شخص وزع عياله اماره شقق شق الفلانيه لفلان الشقة الفلانيه, الفلانية لفلان وهل يحق الواحد منهم ان يطالب بالبيع؟ بيع ايش؟ ما فهمت وش بيع وش يبيع؟ يبيع العماره يبيع العماره؟ ايوه تسمع الاجابه باذن الله ام علياء السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمه الله جزاك الله خير على ما قدمت الله يجزاك خير حياك تفضل يا ام علياء الله يسلمك في مداخله يعني هي امه بصفه أنا ألاحظ كثير من النساء الأخوات يعني حالة مثلا إرث زواج يعني إذا طبت في مشكلة ولا شيء ما كنت مش وشلون تخرج منها أنا أقول الأخوات المفروض تسألون محامين تسألون علماء تقرون تستفتون مو تقدمون على الشيء زواج أو بعطي أوكل أخوي حاجة تركة بوكل عمي بوكل حتى أبا الحين الحين بعضهم يعني يظلم فتكون المرأة خاصة عندنا في السعودية يعني انها كل شيء بوكل عمي اخوي ابوي وبعدين تطب في مشاكل ثانية ممتاز فيصير الاخو مثلا ياخذ من تركتها كثير والابو يسحب صحيح إن ابوي وكذا بقدره لكن فيما بعد اولادي اذا كان عندي اولاد بناتي يصير في مشاكل فانا اقول للاخوات بحيث اني انا احيانا اروح بعض المحاكم اشوف كثير من مخالفات بعض النساء. يعني صحيح ممتاز. في ظلم بس ان المفروض المرأة عشان الظلم ما يجيها خاصه في السعوديه تكون واعيه مش ممتاز. تقدم على اي شيء. ممتاز. ام إيه ام ام علي انت محاميه؟ لا لا يا شيخ ماني محاميه انا احب اعلاميه بس اني اروح بعض المحاكم، اروح بعض الندوات، بعض الاشياء فاشوف الاشياء الخطا. ايه الحمد لله انت ما انت محاوله سيروح روح سوقنا يا ام مو... علياء الله يسلمك يا سلمان الله اخذ جوالكم اولا انا اشكرك على هذه المداخله مداخله طيبه وجميله وهذا الذي كنت دائما انادي فيه بنفس الفكر اللي انت الان تحملينه و... جوالي ممكن تاخذينه الان من الاخوه في الكنترول يعطونك الجوال باذن الله اي نعم مداخله ام علياء الحقيقه هي اضافه جميله واضافه رائعه جدا وهذا الذي كنت كنت اتمناه كنت اتمناه أن يكون مثل هذه المداخلات الجميلة والمداخلات التي تضيف لمجتمعنا، فهذه امراة أتمنى من كل امراة سمعت الأخت أم علياء أن أن تعمل أن تعمل بنفس المنهج وبنفس الروح التي سمعناها من أم علياء بأن المرأة لا تتخبط في قضاياها ولا تتخبط في شؤونها، فلا بد أن تسأل ولا بد أن تفسف أن تستفسر وأيضا تسأل من ينير لها الطريق حتى تكون بإذن الله فشكرا لكِ. يا أم علياء على هذه المداخلة الجميلة، معنا اتصالات واتصال آه نعم، كانت, كانت اتصال أم علياء هو آخر ما هذه الاتصالات التي نكتفي بها بإذن الله جل وعلا لأن ليس معنا وقت لبقية الأسئلة فأقول أستاذ خالد يعني كما ذكرتنا سابقا بأنك ما شاء الله سؤالك ينبئ عن أنك فيك خوف من الله جل وعلا وحرص على إبراء الذمة فأنا أقول أقول حقيقة هذه المرأة إذا كانت امرأة صالحة هي طريقتك مثلا إذا كان طريقتك إذا كانت صالحة وإذا كان ليس هناك مخوف على أبنائك منها فأنا أقول من حسن حظك ان لك هذه الام لابنائك هذه الام وانه وان هذه الام لتتولى شؤون ابنائك فحرى بك حقيقه ان تسارع بالنفقه لابنائك وان تسارع ايضا بمكافاه هذه المراه التي احتوت الاولاد وكفتك الكثير من المعونه المتعلقه باولادك فهذا لا شك انه امر طيب من هذه المراه وايضا امر طيب وكرم منك وخاصه انك ممن اوسع الله جل وعلا عليه في الرزق فكن حقيقه بهذا المستوى الجميل الذي سمعناه منك الان وانا لو كنت مكانك انا حقيقه لو كنت مكانك لو وضعت راتبا لهذه المراه التي ستقوم بشؤون أبنائي وتحتوي أبنائي وأيضا تحرص على تربيتهم وعلى تعليمهم وعلى توجيههم وعلى إرشادهم وأيضا تحرص هي على تلقين الأبناء محبة أبيهم وتعليم الأبناء الود الذي بينك وبينهم وتحرص قدر المستطاع ان تكون الو يكون التواصل بينك وبينهم كثير بحيث تاخذ ابنائك تدمع هنا وهناك حتى يكون تكون العلاقه قويه ووطيده وهذا في الحقيقه هو الطلاق الناجح الذي نصل فيه باذن الله جل وعلا الى بر الامان في اسر اسرنا ولو لم تكون في بيتنا هذه اسر ناجحه وان كانت خارجه اسوار أه البيوت فشكر الله لك يا استاذ خالد على حرصك وعلى اهتمامك بابنائك وبأم أبنائك أبو سلمان يقول طلقت زوجتي بسبب والدتها وهي التي خرجت لأن وهي التي خرجت. والآن تطالبني بنفقة تسعة أشهر يقول يعني يقول زوجتي انا لم اخرجها هي التي خرجت من البيت وهي التي رغبت الخروج بسبب امها هي التي جعلتها تخرج من من بيت الزوجيه جعلت جعلتها تخرج من بيت الزوجيه يقول وبعد الطلاق طبعا بغض النظر عن الاتفاق الذي حصل بينهما لكن يقول الآن رفعت علي دعوة تطالب تطالبه بالنفقة للتسعة أشهر التي خرجت فيها من من بيت زوجها وبقيت حتى طلقت لأنها طلقت بعد تسعة أشهر فهي تقول أعطني نفقة الأشهر التسعة التي عشت عشتها عند أهلي دون نفقة لكن نحن أخي الكريم وأنت تقول بأن أم الزوجة اتت أم, ام هذه المراه اتت الى مكتب الاصلاح واقرت بان ابنتها هي التي خرجت، اقرت بان ابنتها هي التي خرجت من بيت الزوجيه، فما دام ان هي اللي أقرت بهذا وان لم تقر فهناك مخرج اخر، لكن ما دامت ان المراه هي التي خرجت من بيتك وتعتبر ناشز فليس لها بهذه الحال ليس لها نفقة نهائيا ولا يجب عليك لها شيء من نفقة البتة ونحن نسعى إلى عدم الإنفاق في هذه الحالات حتى لا يكون وسيلة إلى هذه التصرفات المشينة التي حقيقة بعيدة عن تصرفات المرأة العاقلة في حياتها الزوجية إلا أن كانت رأت سوءا فهذا أمر ولكن لا يجب عليها أن تطالب بالنفقة في حال أن في حال أن ما ذكرته أمها وما شهدت به أمها بأن البنت أو الزوجة هي التي خرجت لم يُدوَن ولم يُضبط عند الصلح ولم يأتِ إلى القاضي فإنك في هذه الحال تذكر للقاضي بأن المرأة هي التي خرجت من البيت، وأن المرأة تعتبر ناشز، فإن أقرت واعترفت بهذا فالحمد لله، وهذا مسقط لنفقتها أمام القاضي، وإن أنكرت هذا تماما فإنك تطالبها باليمين، فإذا حلفت اليمين ففي هذه الحال، إذا حلفت اليمين ففي هذه الحال تعطيها سيحكم القاضي عليك بالنفقة ولكنها ولكن النفقة التي حصلت عليها بالدنيا ستأخذ منها يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون معنا أبو محمد سؤال أبو محمد يقول أعطاني أخي أرض عبارة عن هبة أعطاني أرض عبارة عن هبة ويقول وبعت هذه الأرض ف يعني أن هذا هذا الشخص تصرف بها بهذه الأرض وباعها يقول ثم قدم أخي شكوى في المحكمة يطالبني بإرجاع الهبة يطالبني بإرجاع الهبة أخي الكريم في هذه الحال الدعوة تقام على من بيده العين في هذه الحال الدعوة تقام على من بيده العين آه هذه نقطه النقطه الثانيه لك ان تطلب من آه تطلب من القاضي ان يحلف آه اخيك هل هو وهبها لك كرهن او وهبها لك لمجرد انك مثلا تاخذ بها قرضا من البنك كما يفعل البعض او وهبها لك آه ليست لغرض الهبه ام انه وهبها لك تمليكا فان كان وهبها لك تمليكا فالاصل في الامر أنه لا ينبغي للمسلم أن يرجع في هيبته ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم العائد في هيبته كالكلب يقيء ثم يعود على قيئه ثم يعود على قيئه يعني انظروا بشاعة هذا الأمر بأن الكلب يقيء ثم يعود فيأكل قيئه مرة أخرى كهذه الطريقة أضف على هذا أن بعض القضاة يرى أن الهبة إذا صدقت وكانت صحيحة فقد خرجت من ملكية الواهب واستقرت بملك الموهوب له ففي هذه الحال لا يحق له ارجاعها ابدا ولك ايضا انت ان تقول الدعوه تقال تقام على من بيده العين. ابو فهد يقول شخص منح كل واحد من الاولاد شقه يقول شخص منح كل واحد من الاولاد شقه فهل يحق لاحدهم بيع العماره او المطالبه ببيعها؟ ما دام ان ان الاب كان عادلا فمنح كل واحد يعني اعطى ابناءه كل واحد منهم مثل ما اعطى الاخر، اعطى كل واحد منهم مثل ما اعطى الاخر، واصطلحوا بان هذا له كذا وهذا له كذا، وتملك كل واحد منه كل كل واحد منهم شقته، فانه لا يحق ابدا لاحد الابناء ان يلزم البقيه ببيع العماره، لا يحق لهم ابدا، فان اتفقوا على ذلك واصطلحوا على ذلك فهذا أمر بينهم والصلح دائما يكون فيه تنازلات بعض بعض الشيء ونحو ذلك وايضا يكون فيه تحمل بعض الاشياء فهذا امر يرجع لهم وهم اخوه ويصلحون بهذا واما انه يلزم الجميع يلزم الجميع بانهم يبيعون هذه العماره فليس له الحق بهذا الامر ولكنه يخبر الجميع بانه سيبيع شقته فمن كان له رغبه فيها فلياخذها فمن كان له رغبه فيها فلياخذها فهذا أمر لا شك أنه حق بل إنه لو أراد بيعها دون أن يخبرهم ثم علموا بذلك فلكل واحد منهم حق الشفعة وخاصة الجار الذي بنفس الدور خاصة الجار الذي بنفس الدور أما أن أنه يلزم بقية الأخوة أو يطالبهم ببيع العمارة كاملة فهذا لا يحق له البتة ويحق للجميع أن يرفضوا رفضا قاطعا بيع هذه العماره اذا كان ليس لهم رغبه ببيعها وبهذا يكون قد تخلصوا من هذه المشكله عن طريق القضاء. احبتي الكرام هنا اسئلتنا انتهت او اسئله المتصلين انتهت وقد اتينا عليها كامله ولله الحمد منا ولكن موضوعنا موضوع حقوق المطلقات لم ينتهي بعد ولنا ان شاء الله جل وعلا بقيه ان بقي في العمر في العمر بقيه في يوم الاربعاء القادم في تمام الساعه الثامنه والنصف من مساء كل اربعاء نراكم على شاشه المرقاب فحياكم الله وبياكم في مثل هذه الايام بحوله وقوته من كل اسبوع الى هناك استودعكم الله جل وعلا الذي لا تضيع ودائعه وتصبحون على خير وليله سعيده علينا وعليكم وعلى جميع أب امه محمد صلى الله عليه وسلم وفي امان الله